بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة هنعمل والناسة من شاحن سامسونج، نشحن بيه وممكن نستخدمه في وقت اللزوم والناسة بعد ما يكون شحنة. وهو عبارة عن عندنا هنا زي ما احنا شايفين كشاف قديم مش عايزينه، هناخد منه لمضتين او ثلاثة، نعملهم لمضة تضيء على الشاحن. طب بس احنا محتاجين ذكر لليو اس بي. اسهل حاجة عندنا لو عندنا ماوس قديم هنقصه من هنا وهيطلع علينا اربع اطراف، هنقصهم ونحطه في اليو اس بي ونقيس الكهرباء عشان نعرف الطرفين اللي هيغذوا اللمضة من خلال مقاومة 75 اوم، عشان عارفين اللمة بتاعت الكشاف اللي دي بتشتغل على 3 فولت. احنا عايزين نقلل الخمسة فولت اللي خارجين من الشاحن ده نخليها 3. هنقص دلوقتي الوصلة دي بتاعت الماوس القديم اللي هو بايظ زي ما احنا شايفين كده اهو، وبعد كده نحطه في الكهرباء من خلال الترانس طبعا عشان نعرف خارج الخمسة فولت اللي خارجين منه على ان طرف. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة انا قصيت الذكر بتاع اليو اس بي، فطبعا بقيس الطرفين اللي هم فيهم الباور لان التانيين في بتوع الداتا، لان ده 4 اطراف بتاع الماوس زي ما هو معروف. فطلع الاحمر ده هو الموجب والاصفر ده هو الارز او الارضي. طبعا دلوقتي هنجيب مقاومة زي دي 47 اوم، وهنوصلها هنا ونوصل الطرفين دول ودول ب زي ما احنا شايفين باللومات دي. هنقص اللومات دي وناخد لمضتين او 3 ونوصلهم ونشوف النتيجة. زي ما شايفين كده يا جماعة وصلنا اليو اس بي الذكر بالمحول، وبعدين جبنا ال3 لمضات دول قصيناهم من مفتاح من كشاف ليد، وصلناهم كده زي ما احنا شايفين بمقاومة 75 اوم. وصلناهم طبعا اللمضة دي متوصلة على التوازي يعني قصاد بعض كده، السالب مع السالب والموجب مع الموجب. وصلنا طرف ب75، المقاومة 75 اوم، والمقاومة والطرف الثاني بالطرف الفولت اللي هو الاحمر دوت، لان طالع من هنا 5 فولت. طبعا احنا مش هنقدر نغذي اللمبات دي بال5 فولت والا هتتحرق، فاحنا مغذيينها طبعا بتتغذى ب3 فولت او 3 فولت و7 من 10، لكن احنا هنحط المقاومة دي عشان تقلل الكهرباء وتوصلها لحوالي 3 فولت يقدروا يشغلوا اللمبات دي من غير ما تتحرق. طبعا احنا كده استخدمناه كوناسة، عايزين نشحن زي ما احنا شايفين بنشيل ده وبنحط الكابل بتاع الشحن، وده هتخلي طبعا عندك عشان ايه تحب تنام تعمل والناسة، هتضيق لك المكان ب يعني حاجة بسيطة كده، لان انا من الناس اللي زي ما قلت قبل كده ما بعرفش انام في النور الشديد. ارجو ان تكون الفكرة دي سهلة وبسيطة وتنفعكم، وشكرا.